أحسن الله إليكم. المرسل الأخ راء عين من جمهورية مصر العربية يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أرجو الإجابة عن سؤالي. الأول، أنا أعمل بالمملكة العربية السعودية، وفي أثناء عملي تحصل مشاكل بين زوجتي وأمي لأن المنزل واحد. فهل لو جلست أنا وزوجتي في منزل آخر غير منزل العائلة يعد ذلك عقوقا للوالدين، مع العلم أن أهلي لن يوافقوا على جلوسي مع زوجتي في منزل ثاني؟ وهل الزوجة من حقها الجلوس في منزل بعيد عن منزل العائلة، مع العلم أيضا أنها لو جلست زوجتي في بيت ثاني فسوف أقوم ببر أهلي أكثر وزيارتهم أكثر؟ وهل من إيضاح شاف منكم عن حقوق الزوجة وحقوق الوالدين؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا سمحت الزوجة أن تسكن مع الأسرة، مع والديك وأسرتك، فهذا شيء طيب، يحصل به الألفة وتندفع به الحزيزة. وأما إذا لم تقبل السكن مع أسرتك، فمن حقها عليك أن تؤمن لها سكنا مناسبا خارجا عن سكن الأسرة، لأن هذا من حقها عليك. وما دمت تستمر على بر والديك والصلة، فالمطلوب موجود والحمد لله. يحصل القيام بحق زوجتك وعمل مسكن لها مناسب، والقيام بحق والديك، وكل منهما له حق عليك. الزوجة لها عليك حق الزوجية، والوالدان لهما عليك حق الوالدين، وهو عظيم بعد حق الله سبحانه وتعالى.